فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز اختلاف النية بين الإمام والمأموم، يعني يكون الإمام يصلي العصر والمأموم يصلي الظهر؟ نعم، يجوز اختلاف النية بين الإمام والمأموم، لأن الصحابة كانوا يصلون خلف معاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو قد صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون له نافلة ولهم فريضة، وأقرهم الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، دل على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل. وفي صلاة الخوف، إحدى صور صلاة الخوف، أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى في طائفة ركعتين وسلم، ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعتين وسلم. الأولى هي الفريضة للرسول، والثانية له نافلة. وقال: إذا جاء والصلاة تقام فإنه يصلي معهم، ولو كان صلى في رحله تكون له نافلة، تكون الأولى هي الفريضة والثانية له نافلة. إذا صليتما في رحالكما ثم أدركتم الصلاة فصلوها معهم فإنها لكم نافلة. نعم.